السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله والله إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب، اجمعنا في الفردوس والسامعين والسامعات. أحبك الله فوق رؤوسنا يا شيخنا. الله يبارك في عمرك ويكرمك. آمين يا رب. لي سؤالين. تفضل. الدعاء اللي هو أثناء الذهاب إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نور وفي سمعي نور وعن يميني نور وعن شمالي نور وعن أمامي نور وعن خلفي نور، صحيح؟ صحيح، لكن جاءت له ثلاث مواطن: في الصلاة، عند الذهاب للمسجد، عند الاستيقاظ. وارد في هذه المواطن، لكن أظن هذه من طريق علي بن عبد الله بن عباس فيها كلام شوي، لكن يستعمل في الليل يعني عموماً.